معظم كتب الفيزياء تخبرك أن تسارع الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض هو 9.81% متر لكل ثانية تربيع. هذا تقريبي. إن الذي أريد أن أفعله في هذا الفيديو هو إيجاد هذه القيمة التي حصلنا عليها عندما نستعملها في قانون نيوتن العام للجاذبية، وهو يخبرنا أن قوة الجاذبية بين جسمين، دعنا نتحدث عن مقدار قوة الجاذبية بين جسمين، قوة الجاذبية بين جسمين تساوي الثابت العامل للجاذبية جي ضرب كتلة أحد الأجسام، أي الكتلة واحد ضرب كتلة الجسم الثاني مقسومة على مربع المسافة بين كلتا الكتلتين. إذن مربع المسافة بين مركز كتلة الجسمين. إذن دعنا نستعمل هذا القانون العام للجاذبية لنجد ما التسارع بالنسبة للجاذبية عند سطح الأرض. لدي جي فوق هنا، لدي كتلة الأرض والتي أنظر إليها من هنا، ولدينا أيضا نصف قطر الأرض، ولأجل هذا سوف نفرض أن المسافة بين الجسمين وسطح الأرض، المسافة بين مركز الأرض سوف تكون نصف قطر الأرض، نصف قطر الأرض. وإذا هذه سوف تعطينا مقدار القوة. إذا أردنا أن نجد مقدار التسارع والذي هو بالواقع، لم أكتب هذا كمتجه، إذا هذا بالضبط مقدار I. إذا أردت التسارع والذي هو متجه، يجب أن تقول أن الاتجاه سيكون باتجاه مركز الأرض في هذه الحالة، لكن إذا أردت تسارع ككمية يجب أن تتذكر أن التسارع يساوي الكتلة ضرب التسارع. وإذا أردت حل التسارع يجب أن تقسم كلا الطرفين على الكتلة، إذن القوة مقسومة على الكتلة تساوي التسارع. حسنا، إذا أخذت مقدار القوة وقسمته على الكتلة سوف تحصل على مقدار التسارع. هذه كمية قياسية، هذه كمية قياسية. إذا أردت التسارع بالنسبة للجاذبية، دعني أحاول قسمة هذه القوة من الجاذبية الأرضية على الأرض. إذن مقدار قوة الجاذبية للأرض، هذه لليمين فوق هنا، إذن هذه في حالة الأرض واحدة من هذه الكتل سوف تكون كتلة الأرض، سوف تكون هذه الكتلة الموجودة هنا. إذا أردت التسارع بالنسبة للجاذبية الأرضية على سطح الأرض، يجب عليك القسمة بالكتلة التي سوف تتسارع من القوة، وفي هذه الحالة ستكون الكتلة الأخرى، إنها الكتلة الجالسة على السطح. إذن دعني أقسم طرفي المعادلة بتلك الكتلة على تلك الكتلة، وهذه سوف تعطي مقدار التسارع على تلك الكتلة من خلال الجاذبية. إذن هذه تساوي مقدار التسارع بالنسبة للجاذبية. والسبب الأكبر هو بالواقع، دعونا نبسط هذا، M2 وM2 تلغى، إذن مقدار التسارع بسبب الجاذبية باستعمال قانون نيوتن العام للجاذبية سوف يكون هذا التعبير الموجود هنا، إنه سوف يكون ثابت الجاذبية ضرب كتلة الأرض، ضرب كتلة الأرض مقسوم على المسافة بين مركز كتلتي الجسمين. وسوف نفرض أن الجسم هنا على السطح أكبر منه في الواقع، سوف يكون هذا مربع نصف قطر الأرض.
إذن سيكون هذا مربع نصف قطر الأرض. أحيانا هذا يظهر وكأنه مجال الجاذبية على سطح الأرض، لأنك إذا ضربته بالكتلة سوف يخبرك كم القوة التي تسحب هذه الكتلة. بهذه الطريقة دعنا نستخدم الآلة الحاسبة لحساب هذه القيمة، وبعدها أريد أن أفعل مقارنة بين القيمة في الكتاب وأشاهد لماذا هي تكون أو لا تكون مختلفة. بعدها أفكر في كيف تتغير هذه القيمة. وعلى وجه الخصوص إذا وصلنا إلى ارتفاع حيث المكوك أو محطة الفضاء الدولية، هذا ارتفاع 400 كيلومتر أعطي أو أخذ منها قليلا اعتمادا على ما هي هذه. إذن دعنا نجد ما هذه القيمة عندما نستعمل القانون العام للجاذبية. إذن دعني أحسبها. نحن نعلم أن جي هي 6، نعلم أن جي هي 6.67388 ضرب 10 ضرب 10 للقوة سالب 11. وأريد أن أضرب هذا ضرب كتلة الأرض والتي موجودة هنا، وهي 5.9722 ضرب 10 للقوة 24، وأريد قسم ذلك بمربع نصف قطر الأرض. هذه بالكيلومتر، وأريد أن أتأكد أن كل شيء بنفس الوحدات. إذن هذا تقسيم مربع نصف القطر والذي يساوي 6,371,000. ويجب أن تضرب هذا، يمكن كتابة هذا ك6.371 ضرب 10 للقوة 6، وسوف نقوم بتربيعه. سوف نقوم بتربيع ذلك. هذه نصف القطر، نصف قطر الأرض، المسافة بين مركز كتلة الأرض ومركز كتلة الجسم الجالس على سطح الأرض. إذن دعنا نحصل على وسوف نحصل على نحصل على 9.8 تقريبا 9.82، ودعنا نقارب ذلك. إذن سوف نحصل على 9.82% متر لكل مربع ثانية. وربما تقول ما الذي يحدث هنا؟ لماذا يحصل التناقض بين القانون العام للجاذبية وما المعدل المقاس بالنسبة للجاذبية على سطح الأرض؟ والتناقض هنا، التناقض بين هذين الرقمين، هو حقيقي بسبب أن الأرض ليست كرة منتظمة ذات كثافة منتظمة، وذلك ما يجب أن نفرضه لفرض القانون العام للجاذبية. إنه بالواقع أكثر استواء من الكرة المثالية، وبالتعريف لا يحتوي على كثافة منظمة أو منتظمة. طبقات مختلفة من الأرض لديها كثافات مختلفة، وإذا قسنا الجاذبية الفعالة فإن هنالك القليل من الطفو في الماء، ولكن هناك أشياء أخرى ثانوية، آثار طفيفة غير منظمة. الأرض ليست كرة مثالية، إنها ليست ذات كثافة منتظمة، وهذا ما يشكل الجزء الأكبر من هذا. والآن بعد الخروج من هذه الطريقة مما يثير فضولي، ما هو التسارع بالنسبة للجاذبية إذا ذهبت للأعلى 400 كيلومتر؟ إذن الآن الفرق الرئيسي هنا جي سوف تبقى نفسها، كتلة الأرض سوف تبقى نفسها، لكن نصف القطر سوف يختلف لأن وضعنا بالنسبة لمركز الأرض أو كتلة الجسم سوف تختلف، إما في محطة الفضاء أو شيء جالس على ارتفاع 400 كيلومتر.
حسنا، هذا ليس مرسوما كمقياس، لكن الآن نصف القطر للأرض زائد 400 كيلومتر. إذا الآن في هذه الحالة لمحطة الفضاء آر سوف لن تكون 6371، سوف نضيف 400 كيلومتر، فإذا ستصبح 6771 كيلومتر، وتعادل 6,771,000 متر، وهذه تساوي 6.7714 قوة 6 متر. إذا دعنا نعود للآلة الحاسبة. الآن يجب علينا أن نكون قادرين على الإدخال التالي. هذا آخر إدخال لدينا، وعوضا عن 6,371,000 دعنا نضيف 400 كيلومتر. إذا كان 371، ما الذي سيحصل؟ إذن سنحصل على 8.69 متر لكل ثانية تربيع. إذن الآن التسارع هو 8.69 متر لكل مربع الثانية، وتستطيع إثبات الوحدات بسبب أن وحدات الجاذبية هي بمتر لكل مربع ثانية، وسوف نحصل متر لكل مربع الثانية. إذن هذه الوحدة تعمل جيدا. إذن هنالك شيء مهم لندركه، وهو مفهوم عام، وقد قمنا بوقت مبكر بعمل فيديو كامل عن القانون العام للجاذبية. هنالك الجاذبية عندما تدور هنا، السبب الوحيد لماذا أشعر أن هناك لا يوجد جاذبية أو تبدو مثل عدم الجاذبية في محطة الفضاء هذه، والتي تدور سريعا، والتي بضرورة تسقط سقوط حر وبسرعة. هذا مفهوم ضائع عن الأرض، والفيديو التالي سوف نجد كم السرعة التي توجد لدينا لتبقى تدور في مدار ثابت من أجل ألا تهبط إلى الأرض بسبب قوة الجاذبية.